اسمي تسنيم سعيد حسنين من شفعمر. أنا بعدني إسا يعني في المدرسة الإعدادية، بعد قدامي كمان 4 سنين تخلص التعليم. أبوي صحفي وأنا يعني أكتر من عائلة سياسية، إنه وقت ما يكون عندي وقت أوقات فراغ أهلي بيودوني على قريتنا اللي هي هوشة اللي تهجرنا منها. بعرفوني أكتر عن القرية، عن أشياء ما حكوليش إياها. فكمان وإحنا صغار توعينا على هذا الإشي ورحنا عليه اللي هو التجمع حنين زعبي ودكتور جمال زحالقة ودكتور باسل غطاس اللي بيحكوا إني باسمنا بوصلوا إيش إحنا بدنا نوصله أكثر. التهجمات اللي بتصير عليهن هي تهجمات غير قانونية أبداً، إنه كمان نحكي أيضاً عن الديمقراطية أكثر، بس فش هذا الإشي إحنا فقدينه، ما فش ديمقراطية أبداً. كمان بدي احكي ايضا عن مقولة بن غوريون اللي بتقول انه الكبار يموتون والصغار ينسون، انه لا انا كمان صغيري وبنساش، مش راح اتنازل عن حقي والعودة الى قريتي هوشي ولا اي حدا يعني راح ينسى وطنه ولا ارضه اللي هو تهجر منها.